السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم اليوم بحلقة جديدة مع الرامي السفاح أبو حامد. طبعا نشكر تفاعلكم معنا بالحلقة اللي مضت، وأكو سمعنا يعني كثير ناس عجبتهم الحلقات ونطونا أسئلة. فريد هسه كبداية ريد نبدي ويكون الأسئلة نجاوب عليها بنهاية الحلقة. فنبدي اليوم عن موضوعنا اللي مضى، أيضا عن قار أونلاين. ريد تكلمنا عن الحدث اللي هو هسه حاليا هو موجود، يعني على مود ما يتأخر، حدث الخوخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث الخوخ هذا من الأحداث اللي قديما، يعني قبل قهر ثلاثة. هو حدث قديم، هو حدث قديم يعني قبل قهر ثلاثة. هو هذا الحدث يعني ببساطة جدا هو أنه تدخل على أرض الخوخ هذه، تقتل 10 حشرات موجودة هنا، يعطيك عصير خوخ، عصير القوة. تستطيع من خلال عصير القوة أن تقطف ثمار شجرة الخوخ وتعطيك جوائز متفاوتة يعني أنت ونصيبك، ولكن كلها يعني تعطيك نقاط تعزيزية. فيما مضى كانت النقاط التعزيزية تضاف على جنب، وأنت تستطيع أن يعني تضعها في الروح او في الحيويه او في القوه، يعني كانت تقدر تتحكم بها يعني. اما الان فهي تنحط اوتوماتيكيا، يعني الان بدات بمجرد ان تستخدم مثلا. اكو يعني جواز غير هذني؟ هو الجوائز هي اما ان يعطيك فاكهه الغامضه، هي تزود نقاط التعزيزيه عندك من 1 إلى 3، هذه ايضا يعني على نصيبك، ولكن تضاف بشكل اوتوماتيكي على الروح او على الحيويه او على لا سؤالي يعني اكو جائزه غير النقاط التعزيزيه؟ لا يوجد. لا يوجد هذا الحدث جواب نهائي. لا يوجد هذا الحدث خاص للنقاط التعزيزية، هو ليس هنالك شيء آخر سوى. يلا المهم، طبعا يعني كرأيي المتواضع يعني هذا حدث الخوخ أحس أنه فائدته يعني مو هالشيء المفيد، يعني تجيك 3 نقاط تعزيزية ما تزيدك هذاك الزيادة القوية. المهم أنا أعترض. لماذا تعترض؟ النقاط تضاف إليك 1 أو 2 أو 3، لكنها بمرور الوقت ستلاحظ أنها يعني أثرت بشكل. كم فترة زمنية لهذا الحدث؟ هي أعتقد هي أسبوعان وينتهي الحدث الخوخ. أسبوعان؟ زين، ننتقل إلى الموضوع الآخر هو العالم السفلي. هذا العالم السفلي مثل ما يعرف الجميع نص ساعة باليوم. نعم. صحيح؟ نعم، معلومة صحيحة. نص ساعة باليوم تقدر تدخل على هذا الحدث. لكن دائما كل ما أدخل على العالم السفلي ألاقي لواعي موجودين. يعني معقولة ولا مرة دخلت ما جبت لعبة؟ رأيك بالموضوع؟ يعني رأيي في موضوع ماذا؟ يعني أكيد اللاعبين يريدون جوائز. أما يعني بالنسبة للوحوش اللي هو كم طابق؟ كم طابق العالم السفلي؟ العالم السفلي هو مهرجان يأتي كل فترة معينة حسب. كم طابق؟ كم طابق؟ الآن سأتي إلى نقاطك. 3 طوابق، متكون من 3 طوابق، في كل طابق توجد 5 أماكن لخروج الوحوش الكبار اللي يسموها بالإنجليزي بوس. بوس؟ هذه الوحوش الكبار إذا قتلتها يعني تحصل على باقات أحجار كريمة.
قد تعطيك حتى في الطابق الثالث يعني مثلا إذا قلت الوحوش الكبار تعطيك باقة أحجار كريمة ممكن أن تعطيك حتى حجار زائد ستة أو أحجار أقل. كرات تنين تسقط كرات تنين؟ نعم كرات تنين موجودة في هذا المكان حتى من الوحوش الوحوش الصغار ممكن أن تأخذ كرات تنين وممكن أصلا ممكن أن تجد من الوحوش جواهر مجد أو رعد فاخرة. يعني هذا جميل يعني صراحة ولكن يجب أن يكون اللاعب قوي بعض الشيء حتى يتمكن من قتل الوحوش. بالنسبة لي يعني دخلت على هذه العالم السفلي لكن يعني جواز كانت مثل الفجوة جواز يعني أنا شفتها تشابه مع الفجوة زين. هناك بما أن ذكرنا الفجوة نريد نتكلم عن الفجوة. الفجوة يظهر بها وحوش أيضا وحوش كبار. هل هناك أخبار صحيحة أنه سيغلقون الفجوة؟ أتانا من مصادر موثوقة أن الفجوة سيتم إلغاءها في الفترة المقبلة لكن متى الله أعلم لم يذكر الموعد المضبوط لهذه الأمر. يعني الفجوة كأي حدث آخر يعني سيتم إلغاءها صح؟ الفجوة هي حدث مستمر المفروض لأنه حتى عندما سيتم إلغاء الفجوة سيتم وضع مكان ثاني يعوض عن الفجوة بنفس الجوائز بنفس كل شيء ولكن سيحدث فيها القليل من الإضافات والقليل من الاختلافات أيضا. يضيفون إلى قوانين جديدة للمكان الآخر. نعم قوانين جديدة وجوائز إضافية أيضا في ذلك المكان. عندك شيء تضيفه؟ هذا المنطقة الجديدة يعني عندما يضاف نظام الران الجديد هو نظام الران عندنا احنا راح نجي على نظام الران فغيد من مترو حاليا زين. الفجوة يعني عندنا احنا الوحوش اللي تظهر هل مرة قتلت وحش بمفردك ام دائما هناك محارب يأتي يخرب عليك؟ يعني أن تريد أن تقتل وحش في الفجوة بمفردك فهذا الشيء تقريبا مستحيل إلا إذا كنت محارب يعني يكون هذا الأمر ممكن طبعا. لأن الوحش في الفجوة الصحة التي أعطاها لهم المصمم اللعبة يعني كبير بشكل لا يصدق بحيث أن حتى المحاربين يأتي مثلا ثلاث محاربين بالسوبرمان ليستطيعوا أن يقضوا على الوحش وإلا محارب واحد يعني قد لا يستطيع لأن الصحة عنده يعني كبيرة بشكل طبعا مفروض. هنا نتكلم عن الرامي والمحارب يعني بالنسبة للوحوش هم باستطاعتهم القضاء على الوحوش يعني إذا تعاون مثلا ثلاث رمات يستطيعون القضاء عليه إذا كانت قوتهم يعني مثلا كبيرة وكذلك مثلا إذا ثلاث محاربين. أما بالنسبة للشخصيات الأخرى مثلا عندنا أيضا النينجا. النينجا أيضا قوي ضد الوحوش. النينجا قوي ولكن يعني ليس بتلك القوة التي يعني تتقارب مع مثلا الرامي والمحارب لكن النينجا عنده المهارة اللي يضرب فيها يعني بشكل سريع ممكن يعني كيف أقولها ممكن يعني تتقارب مع ضربات الرامي ولكنها ليست تتقارب مع المحارب بالمرة. المحارب لا يوجد شيء أمامه. طبعا هذا من الأشياء السلبية باللعبة طبعا أنه مثلا راح يكون الجوائز طبعا هذه الوحوش هي تنزل دائما تسقط جوائز كبيرة جوائز كثيرة تسقط على الأرض وهناك أيضا جائزة الترتيب وجائزة الترتيب نعم جائزة نعم الترتيب نعم يعني جائزة فقط الذي يكون ترتيبه الأول هو الذي سيحصل على الجائزة الجيدة أما الباقي يعني سيحصل على جوائز يعني لا تدفعهم بشيء تقريبا
مثلا عندنا الشبح المخيف فيها الفجوه، اذا يعني اصبح وصلت انت في الترتيب رقم واحد في الضار الملحق بالوحش، ستاخذ جزء من سيليوم الشعر، وهذا يعني تجمع منه 9 يعطيك 270 سيليوم مقيد، ينفع بشكل كبير هذا الشيء. وهناك ايضا النمسيس الانتقام، مثلا اذا اصبحت انت في الترتيب الاول يعطيك اضمن. طبعا احنا لا نتكلم عن الترتيب الاول، لان مستحيل توصل مستوى اول وهناك مثلا التفاوت بالقوه. يعني مثلا انا كغرصان اذا ضربت الوحش مثلا ابقى ربع ساعه اضرب الوحش، يجي محارب ب3 دقائق ياخذ نقاط اكثر من عندي، يعني هناك تفاوت كبير بالنقاط بالقوه. زين نترك الفجوه الان، يعني الفجوه تقريبا يعني حدثها راح ينتهي ويتم الغائها نهائيا. هناك منطقه جديده نظام الرون. نظام الرون، تكلم عن نظام الرون. نظام الرون هو نظام جديد، يعني سيدخل على قاهرة أونلاين كما قال المنو، كما سمعنا، يعني أنه نظام تقريبا كنظام الجيانغ ونظام الطاقة في اللعبة ونظام التمام. سيضاف نظام جديد هو نظام الرون كما يسمونه، هو يعني مهارات جديدة ستدخل إلى اللعبة، كل شخصية لها مهارتان تفعل بشكل يدوي، وتسع مهارات تفعل بشكل تلقائي. تسع مهارات تفعل بشكل تلقائي. تسع مهارات بين الجميع أم لكل شخصية تسع مهارات؟ تسع مهارات تلقائية، هي يعني أي شخصية في اللعبة يستطيع أن يضع 3 منها فقط وتفعل بشكل تلقائي. أما المهارتان التي تفعل بشكل يدوي فهي لكل شخصية مهارتان مختلفة، يعني مثلا الرامي لديه مهارتان تفعل بشكل يدوي تختلف عن مثلا المحارب او الباقي وهكذا. اما التسع مهارات الباقيه فاي لا اي شخصيه تستطيع ان تضع 3 منها فقط. نشكر هذا المعلومات، وعندنا فاصل ونواصل، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا لكم بعد فاصل. بو حامد، عندنا اليوم بهذا اليوم يعني بعد تقريبا الساعة 8 بالضبط، الساعة 8 بالضبط ستبدأ حرب. 8 بالتسعة ونص. بالتسعة ونص؟ بالتسعة ونص. بالتسعة ونص بتوقيت اللعبة. بالتسعة ونص بتوقيت اللعبة، أما بتوقيتنا داخل تركيا أيضا بالتسعة ونص. يعني لا يوجد اختلاف كثير، او بالاصح انه لا يوجد اختلاف اصلا. اما بتوقيت مصر متاخرين ساعه، يعني بثمانية ونص تبدا. بثمانية ونص انتم تدوروا على اللي بثمانية، يعني بثمانية بتوقيت ليبيا ما اعرف صراحه. المهم عندنا حرب الرايه. حرب الرايه ماذا خططتم لها؟ السلام عليكم من جديد. حرب الراية هذه حرب النقابات. نحن والحمد لله أقمنا نقابة جديدة. ويعني جمعنا الأعضاء الذين نستطيع أن نجمعهم. كم عدد الأعضاء أصلا اللي قدرت تجمع؟ لا تسأل عن أشياء تبدو لك تسأل. يتحفظ بالإجابة عن هذا السؤال. طبعا عندنا حرب الراية اللي أنا اشتركت بها شخصيا، واستطعت أن أقتل ما يقارب 60 شخص. عدد كبير جدا. طبعا 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 هذا من الفخر الذي أحمله هنا، لكن مع هذا العدد الكم
هذا قصد هذا العدد الكبير لم نستطع الفوز بأي جائزة. ما السبب؟ تتوقع ما السبب؟ يعني نحن اشتركنا. يعني اشتركنا. أنا فقط قتلت 60 شخص. نعم اشتركنا في الحرب الأولى وكانت حرب فاشلة، وأنا كنت أعلم أننا لن نستطيع أن نأخذ مركز، لكن دخلنا على يعني أمل أن نستطيع أن نأخذ مركز، لأن لم يدخل إلى الحرب معنا سوى 4 أشخاص. فهذا سبب طبعا هو معروف جدا أنه ما احنا لا نستطيع أن نأخذ مركز بأربع أشخاص فقط، لأن المركز الأخير كان مشارك فيه 64 شخصا في الحرب التي شاركنا فيها، الذي أخذ المركز الأخير في حرب الراية. 64 يعني أنا قتلت منهم 60 وبقوا 3. هي حرب يعني كانت فيها ظروف للأعضاء لم يستطيع أن يشارك، ولكن هذه الحرب إن شاء الله نحن قادمون سندحرهم دحرة مش رائب من الفستق. طبعا نحن نتأمل أنه نأخذ جائزة. طبعا للعلم يعني والتوضيح أنه رئيس النقابة لم يشارك بالحرب، ولا المسؤول الذي اسفل يعني اقل من عنده، يعني هم الشخصيات اقوى شخصيات كنا نتامل بهم يعني لم يشاركوا بالحرب. هذه تعتبر خيانه عظمى. الشخصيتان التي لم تشارك هي تقريبا بنفس القوه التي انا املكها، يعني اقوى مني كم شخص قتلت أنت خلال الحرب التي مضت؟ والله أنا قتلت أشخاص لا يعدون، يعني أنا جمعت 886 نقطة في هذه الحرب أنا لوحدي. فيعني قسم على 3؟ لا، هذه يعني لأن النقاط لا تأتي فقط عن طريق القتل في حرب الراية. إذا يعني ما يقارب كم قتلت؟ قتلت يعني ممكن تستطيع أن تقول 350 شخص أو هكذا، يعني 350 شخص أو أكثر. أنا لا أعرف يعني كم العدد المضبوط، لكن هي النقاط التي جمعتها 886، يعني رقم جيد بالنسبة لي، أنه بس أنا واللي اشتركت والنقابات كلها ضدنا والكل يضربني. يعني المهم نشكر جهودك، يعني 60 ليست كثيرة. ما لا تعتقد. طيب طبعا قد تتساءلون لماذا يعني أنا 60 وهو 300. هو يلعب بكلتا يديه، أما أنا فلدي سيف واحد أقاتل به. ولديك المسدس. أما المسدس عطلان. المهم طبعا عندنا أسئلة، أتتنا أسئلة من الجمهور. شلون نطلع لحظة، أتتنا أسئلة من الجمهور. يقول سائل اسمه ياسري، ايه الضحك ده؟ مش عارف ايه يعني ايه الضحك ده. مستنين الحلقة القادمة تتكلموا عن مدى ضربات راكب الرياح. راكب الرياح طبعا انا بنفسي شخصيا رأيت ضربته، كنت في خريطة اخرى وهو ضربته في خريطة، انا لا اعلم اي خريطة، لكن اتى من عندي من جنبي ضربته ضربة الرياح كبيرة جدا يا أخي. شنو هذا السوبرمان؟ ماذا ما هو قولك حول ضربة راكب الرياح والمحارب اللي تقريبا يجيب الخريطة كلها؟
نشكر مداخلة الأخ ياسر ياسري في على الحلقة السابقة، ونقول له إن شاء الله دومك تضحك، لكن الحلقة كان مفترض أنها تكون حلقة للكلام عن كونكر وليس الكوميديا. المهم هو راكب الرياح من هو والقبضات المحارب من الأشياء التي أثرت سلبيا على اللعبة بشكل كبير جدا. نعم، لأن يعني راكب أنا أشهد راكب الرياح أنا جربته بنفسي وركبت الرياح ركبت الرياح أنا جربت راكب الرياح بنفسي، ويعني شخصية قوتها مبالغ بها أكثر من المحارب تقريبا. أنا يعني فقط ضد الوحوش المحارب هو يكون أقوى من راكب الرياح، لأنه يعني أقوى من راكب الرياح ضد الوحوش الكبيرة. ضد الوحوش الكبيرة وضد الوحوش الصغيرة، هو المحارب أقوى في الوحوش بكل الأحوال بسبب السوبرمان الذي عنده. زين، راكب الرياح شنو أقوى؟ راكب الرياح الشخصيات تقريبا كلها لا تقدر أن يعني تقتله، لأنه يعني مثلاً عنده مهارة راكب الرياح المهاجم، عنده مهارة يستطيع من خلالها أنه يعني الصحة عنده كله 3 ثواني تزداد 1000 نقطة تزداد أوتوماتيكياً 3 ثواني أو 5 ثواني لا أعرف بالضبط يعني. وكلما زاد مستوى هذه المهارة كلما ارتفعت نسبة الصحة مالته يعني أكثر وأكثر، بحيث انك اذا ضربته من دون ان يضع اصلا دم هو سيمتلئ دمه من جديد خلال 10 ثواني او هكذا. وهذه المهاره نفسها تزود الطاقه عنده كل 3 ثواني، الطاقه التي يستخدم بها المهاره تزيد تلقائيا بدون ان يستريح ولا ان يعمل شيء. فهذه من الاشياء يعني المبالغ فيها لراكب الرياح. وايضا عندها المهاره التي يقاتل فيها، يعني انا جربت اقاتل راكب الرياح مهما كان اضعف مني فهو عندما يضرب بالمهاره مالته يعني يقتلني بضربه واحده اذا كان اجتياح. المهم هي ضربه يعني مبالغ فيها والشخصيه كلها مبالغ فيها. اما من ناحيه المحارب فهو مهارته شبيهه جدا بمهاره راكب الرياح لكن كبيرة يعني جدا. انا يعني شفت الضربة مالته لا تستطيع الهرب منها مهما فعلت. نعم، هي المدى الضربات راكب. اما بالنسبة لضربة القرصان التي لا زالوا لم يعملوا عليها تعديل وهي ضربة الزحلقانة، لماذا المدى قليل جدا؟ يعني بالنسبة يعني احنا عندنا القرصان عدلوا او عملوا يعني تعديل للمسافه اللي يضربها بالنسبه لضربته النينجا. النينجا هذا عشان كذا القرصان. قرصان النينجا، لكن القرصان يا اخي ناسي عملوه وذبوه وتركوه وسبوه. لماذا يا اخي؟ يعني بما انه انت عندك معلومات ما سبب ترك الشخصيات بعض الشخصيات؟ طبعا ليس فقط القرصان، هناك شخصيات اخرى يعني لا يوجد اي تعديلات عليها او اضافات او اهتمام يعني من جانبها، بينما انهم يعني يضيفون شخصيات اخرى والشخصيات اللي وبعض الشخصيات يقووها واخرى يتركوها وتذهب هدان منثورة. نعم، هو حسب ما فهمت خلال اللعب بهذه اللعبة انه مصمم اللعبة هو يعني يفكر بالشخصيات التي اكثر اللاعبين يفضلونها يبدأ بتطويرها، اما الشخصيات التي يعني يرى ان الاقبال اليها قليل يعني يتركها ولا يطورها. لكن في الفترة الاخيرة عندما طور المحارب يعني طورها بشكل يعني غير منصف من لكل الشخصيات الاخرى. هل ترى ان هذا غباء؟ ارى ان هذا يعني ما اعرف بماذا يفكر صراحه. هل يعني القرصان مثلا هذا الشخصيه مستحيل ان يستطيع ان يقتل وحش كبير بمفرده مهما كان قويا،
لأن ضرباته هي لا يستطيع أن يعني ينقص ذلك الصحة الكبيرة من الوحش كباقي الشخصيات مثلاً. زين ننتقل إلى كم السؤال. يقول والرحال مع إنه قرصان بس عطشان. هي الرابط يعني قرصان وعطشان. وهذا يمكن على شو اسمه نفس القافية قرصان بس عطشان. هذا الجواب على هذا الاستفسار للأخ ياسر. للأخ ياسر فأنا شربت الماي مالي من قبل ما خلص وردنا على مود شربه. المهم يا جدعان صباحكم. أما الأخ MLD يقول حاول تشرب ماي قبل التصوير. عن مين يتكلم؟ هو مين شرب ماي أصلا؟ أنا يعني الآن هذا رب العالمين وأنتوا شهود علي إلى الآن ما خلصت الماي. عندنا سؤال آخر لأجل لا ننسى. هذا سؤال على الرغم أنه قديم لكن أحد الأخوة قد سام نحن نعتذر أنه ما جاوبنا عليه بوقتها لكن لم نكن يعني نراجع القناة كثيرا بسبب الظروف وما لا. لكن نرجع على سؤال الأخ. يقول أرجو منك يا أخي يتكلم عنك شرح عروض لعروض لعبة قار أونلاين لأن هي أصبحت بها مشاكل كثيرة وأحداث كثير. يعني أنت تستطيع تكون مشكور جدا وأحداث كثير يعني هذا السؤال. يعني يقول تتمنى أنه تتكلم عن مشاكل مشاكل كثيرة بقار أونلاين وأيضا والأحداث اللي نزلت قال تنزل للعبة. طبعاً هذا السؤال يعني سؤال كبير وإحنا إن شاء الله راح نجاوب عليه خلال الحلقات الماضية وإحنا إحنا يعني كل حلقة إن شاء الله وجلسة مباركة كهذه الجلسة نأخذ من هذه المشاكل بعض المشاكل وبعض الأحداث والأحداث أيضا الأحداث اللي تنزل مثل ما اليوم أخذنا عن الخوخة وعن غيرها ومع أنه شخصيا أنا ما أكل الخوخ. ليش ما نزلون حدث البرتقال؟ البرتقال كما جاءنا من المهم. والآن نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان لديكم أي أسئلة حول لعبة قار أونلاين نرجو مشاركتنا الأسئلة وإضافتها لأجل أخذها في الحلقة القادمة. ولا تنسونا من لايك ومشاركة وشارك الحلقات مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.